كان، انا ما عملتش حاجه، انا ما سرقتش حد. ابوس ايديكم ابوس ايديكم، ابني هيموت نفسه، ادوله فرصه يا حاج. بقول لك ابنك نصب علينا، خد فلوسنا وقال هيشغلها في البورصه، ضيع علينا تحويشه العمر. هيديها لكم، هيرجعها لكم، والله العظيم هيرجعها لكم. بقالنا ثلاث شهور على الموال دوت. ابوس ايدك يا حاج، ابوس ايدك عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا ولاجل خاطر سيدنا محمد. اصبروا عليه، انتوا عارفين اللي بيحصل ده ليه؟ ده حال البلد يا اخوانا، حال البلد والله، حال البلد. وفين يا باشا الراجل اللي فوق ده؟ لنا فلوس عنه، وكل ما نيجي نطالبه بيها يعمل فيها مخنون ويقول لك هرمي نفسي. مين ده؟ انت بتسالني انا؟ هو ده اللي هيدينا فلوس؟ لحد من شويه كان اه، لكن دلوقتي انسى. انا ما عملتش حاجه، انا ما سرقتش حد، انا صرت زي زيكو. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ ده هبل، تفكر في حد تاني يدينا فلوس. انا هعرفكم بقى مين لطفي يا حرام عفنة يا حرام زبالة. انا يتقال عليا حرامي؟ ده انا كنت الاول على الجمهورية في الثانوية العامة، كنت اشهر مرتجع في مصر دي كلها. انت متأكد ان ده في يوم من الايام كان صاحبك؟ ما قلنا ايوه. ايوه ده كان بيلعب بالفلوس لعب، دلوقتي مديها لطوب الارض والبوليس بدور عليه، ده بقى عليه دماغه تاهت خالص. سبحان المعز المذل. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ربنا صبر أبوه على ما بلاه. بس معقولة الناس دي كلها هتصبر على ما يروح من جنانه ورجع لهم فلوسهم تاني؟ ما هو أعلم. أنا هوريكو هوريكو. يا نهار أسود. لا لا بقول لك ايه؟ الواد ده فنان بيعرف يبيع حلو انه مجنون. يعني ايه؟ عايز ايه؟ عايزين الواد ده. خلاص بقى. بوف. فستك. انا الاول كنت فاكره ان هو عبيط، لكن اللي انا شفته ده اداء مبهر. ده عارف يزوغ من ناس بالصياعه انا ما شفتش زيها في حياتي. الواد ده لازم يساعدنا، وهو الوحيد اللي ينفع يساعدنا. بالذات لو عرف ان دي فرصته الوحيده انه يسدد الديون اللي عليه. بس ده خلاص هيتقبض عليه. دول غلابه. تعالى معايا. مساء الخير يا عمتي. مساء الخير يا روحي عمتك. ايه اتاخرتي كده ليه؟ ابدا، اصل رحت للراجل اللي كان جايب لي الشغل ده اللي انا قلت لك عليه. اه وعملتي ايه؟ ابدا، اتخانقت معاه وسبته ومشيت. ليه يا بت؟ كان عايز يدفع لي بس 200 جنيه في الاسبوع. ها؟ طب ورفضت يعني ولا ايه؟ هو ال 200 جنيه دول يعملوا حاجه يا عمتي؟ ده المواصلات حتى دلوقتي ممكن تعدي ال 200 جنيه في الاسبوع. يا بت هو حد طايل يا خايبه انت؟ بتتبطري على النعمه ليه؟ ابدا والله يا عمتي، بس فعلا الموضوع مش جايب همه، فقلت خلاص بقى. طب يلا خش غيري هدومك عشان تيجي تساعديني في المطبخ. ماشي حاضر. خشي يا اختي. صب يا صافي، كلنا نفسنا في روقه. أو النجم وصل اهو. ده انت اللي نجم وقصير انت يا مقلوز. حقنة كده مليانة أنوسة وشقاوة وشغب. لا والله على أساس إن أنت عنتيل العجوزة يعني. في يا عم مالك؟ ما تتمس على الميسة يا منصور. خلاص يا عم ما تتحمقش وتتضايق كده، حقك عليا. طب قول لي بس عملت إيه مع الراجل؟ اديته العربون؟ أه اديته له عداير مليم، ينجز ونستلم ونديله الباقي زي ما اتفقنا. تمام. صب صب بقول لك إيه؟ انت شكلك هتعكنن علينا الليله ده، انا اروح اصرف في حته تانيه. يا عم استنى بس، عايزك يا عم في عشان كمان تاخدني في سكتك. اخدك في سكتي ليه وعربيتك جرى لها ايه؟ هقول لك ده موضوع طويل. بقول لك يا صفي انا على لحم بطني من الصبح والنبي، ادخل اعمل لنا حاجه ناكلها. اه صفي، وكلمي واحده صاحبتك تيجي معانا برضه عشان انا متجوز ثلاثه بس على لحم مشاعر برضه. ما تهدى بقى يا عم العنتيل بقى وخليك معايا. ايه؟ مال عربيتك؟ هقول لك.
ايوه في ايوه. طيب جايه يا ام سلمى على ايه؟ هو في ايه يا اخي؟ هو في ايه يا ام سلمى؟ فين سماح يا باشا؟ مالها مالها سماح؟ يا ام في ايه يا باشا؟ انت سماح؟ ايوه يا باشا. مطلوب القبض عليك يا حبيبتي. ليه ليه يا باشا؟ عملت ايه عشان تقبض عليها؟ بلاقيها مقدم فيها بلاغ، سرقت عربيته وفلوسه. يلا يا ابني هاتها. لا يمكن سماح تعمل كده يا باشا. انا ما عملتش كده. بسرعه يا امه، خد يا بنت. يا باشا خد يا واد يا مالك، حد الاسم. هات يا امه، بص قدامك يا.